لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا، لا يستوي أبدا القاعد عن القتال والجهاد وبين المجاهد في سبيل الله. بس طبعا لو قاعد بدون عذر، لأنه ممكن يكون أعمى، ممكن يكون عاجز، فده معذور في ترك الجهاد. إنما الآية عن القاعدون بدون عذر، خوفا على نفسه، خوفا أن يموت، خوفا على أولاده من بعده. فربنا قال لا. ممكن أحد يقول لك طيب ما لازم جهاد، يعني ما احنا نصلي ونصوم وكفاية كده. فربنا عز وجل قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، عشان أصحاب الأعذار ليسوا في هذه الآية. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعد للمجاهدين 100 درجة، المجاهد بس، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر. شوف منازل الشهداء ومنازل المجاهدين، يعني شديدة البون والفرق الشاسع بينه وبين رجل مسلم يصلي ويصوم ويتقي الله، لكن المجاهد لا، ليس في استواء بينه وبين المؤمن العادي غير المجاهد. ولذلك احنا نسأل الله أن نموت مجاهدين، لأن هذا طريق يوصل إلى الجنة، يغفر الذنوب، يرفع الدرجات، تحشر مع النبيين والصديقين والشهداء. من أجل القربات إلى الله عز وجل الشهادة. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. هنا الإمام الطبري، وده القول الراجح، قال فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين لعذر درجة. يعني الإنسان المعذور اللي كان يتمنى الجهاد لكن حبسه العذر، ده قريب من أجر المجاهد، لكن المجاهد لأنه مارس العمل، لأنه عمل، بعكس القاعد ما عملش، إنما كان عنده نية. ولا يستوي من كان لديه نية بمن عمل. شوف انت نيتك اهو، نيتك تجاهد بس معذور، مهما كان لا تصل إلى درجة المجاهد فعلا، بس قد تكون قريبا منه، خدت بالك؟ لأنك معذور. بس طبعا اللي مارس واللي عمل لا يستوي باللي ما عملش حتى لو كان معذور. فهنا قال الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ايه الدرجة دي؟ درجة اللي انت فعلت وعملت. يبقى اللي حبسه العذر له أجر، بس مش أجر اللي عمل. يعني عندنا حديث أبي كبشة الأنباري، ورجل معه مال أو ليس لديه مال، فيقول ورجل معه علم وليس لديه مال، فيقول لو أن معي مثل فلان لعملت مثله. يعني في إعطاء الفقراء والمساكين وبناء المساجد وأعمال البر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. هنا نبه العلماء، يعني ليسوا سواء في كل ناحية، لا، اللي فعلا قبض المال ودفع المال غير اللي كان نيته لو معايا مال هأعطي الفقراء والمساكين ووجوه البر. لازم اللي عمل يكون أحسن، بعكس اللي عنده نية بس، خدت بالك؟ فالمجاهد اللي جاهد أحسن من اللي عنده عذر وما جاهدش، لأنه برهن على صدق إيمانه.
وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى اللي هي ايه؟ الجنة. الاتنين يخشوا الجنة. مش معنى اللي هو ما جاهدش العذر يبقى هو يعني غضب الله عليه، لا، هو معذور. والاتنين يخشوا الجنة، بس الجنة ايه؟ درجات. فهو تفوق عليه لانه عمل، ده فضل الله. ممكن واحد يقول لك طب انا عندي عذر، انا ذنبي ايه؟ هذا فضل الله، زي فضل الله على الاغنياء، معاه فلوس بيتصدق بيها، يعني فتح لي باب من ابواب الخير. وكلا وعد الله الحسنى، اسمع بقى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. التفضيل الثاني ده على القاعدين بدون عذر. يبقى التفضيل الاولاني فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه لو عنده عذر، درجه. انما اللي ما عندوش عذر فضل الله المجاهد، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات. يبقى مش درجه، درجات. وده من دقيق فهم الامام الطبري شيخ المفسرين، ان مره ربنا يقول فضل درجة، ومرة يقول فضل درجات. فقال لك درجة لو كان عنده عذر، ودرجات لو قاعد بدون عذر. ده لو قاعد بدون عذر قد يكون آثم عند الله لو ده جهاد فرض عين. أما أصحاب النوايا لهم أجر، معذور وعنده نية له أجر. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر. حبسهم العذر. لو بيده كان جاهد. فكلمة شاركوكم مش معناها شاركوكم في كل الأجر، بل له نصيب كبير من الأجر. إنما الذي فعل وعمل هذا له أكبر الأجر.